المخطط الاستراتيجي ليلى جدا مهم لكل بلداتنا العربية. في هذه الحالة نتحدث عن رهط ومنطقة النقب بشكل عام التي تعاني الأمرين من مثل هذه المواضيع. صحيح. للحديث أكثر ومفصلا حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس بلدية رهط السيد طلال القرناوي. يسعد صباحك أستاذ طلال. صباح الخير، صباح الخير المستمعين عامة. أهلاً فيك، أهلاً معنا فيك في هذا الصباح. أستاذ طلال، يعني بعد هيك هاي التفاصيل اللي تابعناها في تقرير زميلنا ياسر العقبي، هل سيحل مخطط رهط 2040 كل المشاكل اللي حالياً تعانون منها تحديداً في البلدي؟ أولاً بلدية رهط تعمل بخطة استراتيجية لسنة 2040، وهذا بالطبع مفروض على كل سلطة محلية منظمة وتعمل حسب نظام وترتيب. يجب أن تخطط إلى الأمام لعشرين سنة إلى الأمام. هذا ما تعمله السلطات المحلية في داخل الدولة، ونحن كسلطة محلية منظمة نقوم بتحديد وإعداد خطة هيكلية لسنة 2040. سنة 2040 بالطبع رهط حسب يتبع عدد سكان مدينة رهط ما يقارب 60,000 نسمة، ومن ثم وسعنا الحدود الهيكلية والخارطة الهيكلية لمدينة رهط بما يقارب 18,000 دونم إضافي، حيث أن اليوم مساحة حدود نفوذ مدينة رهط ما يقارب 42,000 دونم. وبالطبع في هذا التخطيط نأخذ موضوع حل الضائقة السكنية، وهي هي أكبر مشكلة ونعاني منها ويعاني منها المواطن الرهطاوي اليوم. وهنالك خطة في اللجنة المركزية لإيداع 7,000 وحدة سكنية في المرحلة الأولى لحل الضائقة السكنية، زد على ضاحية رقم 6. فبالطبع هنالك توجد حلول في الآونة القريبة، وأيضا حلول للمستقبل في داخل مدينة رهط للتكاثر الطبيعي، وأيضا لضم بعض التجمعات في حوالي في جنوب رهط وشمال رهط وفي حدود نفوذ مدينة رهط. أيضا هي ستضم أيضا لموضوع حل الضائقة السكنية. وزد على ذلك هنالك تخطيط لبناء مدارس ومباني عامة ومناطق صناعية ومنطقة تجارية وبالطبع منتزهات وحدائق. والتخطيط هو تخطيط حديث يلائم مدينة رهط وتطور مدينة رهط، التي تخطيطه يضمن أن رهط ستبقى مدينة عربية إسلامية مع الطابع الإسلامي، وأخذ بالحسبان موضوع المبنى الاجتماعي في داخل مدينة رهط. نعم، يعني سيد طلال، إذا أردنا أن نستشف من حديثك بأن هناك تجديدات حول قضية إصلاحات جذرية في كل ما يخص السكن والبنى التحتية في رهط، سؤالي لحضرتك يعني بماذا سيختلف هذا المخطط عن المخططات السابقة اللي أيضا وضعت نصب أعينها حل هذه المشاكل؟ هل سنرى بلورة جديدة للفكرة بطريقة أخرى ستقوم بها السلطة المحلية؟ لا شك ان هنالك يعني تجديد في هذا التخطيط، بحيث اخذنا موضوع الارض العامه والمساحات العامه لخدمه المواطن من ناحيه الشوارع والبنيه التحتيه والمنتزهات والمؤسسات العامه. يعني ما يقارب 50% من هذه الارض معده لموضوع الاراضي العامه للمواطن، وهذا بالطبع يساهم ويساعد في مستوى الحياه ورفع مستوى الحياه للمواطن. ايضا موضوع التخطيط السكني، حيث نعرف جميعا أن كانت هناك تخطيطات في داخل مدينة رهط بأن كل قسيمة بناء هي ما يقارب 1,000 متر، بينما قسيمة البناء ستصبح ما يقارب 500 متر. وبالطبع هذا يساهم أن المدينة كمدينة لن يعني لن نستطيع الاستمرار في بناء ابن بيتك ومن ثم توسع إلى العرض، وإنما أيضا المحافظة على إمكانية بناء طابق ثاني وثالث في داخل المدينة ورابع أيضا. وهذا بالطبع سيساهم في نسبة بناء أكبر وأوسع لحل الضائقة السكنية، وأيضا أخذ بالحسبان في المستقبل للأزواج الشابة والأبناء المستمرين بإمكانهم بناء 3 و4 طوابق على قسيمة البناء. وهذا بالطبع مهم جدا من ناحية السلطة المحلية لإعطاء الخدمات للمواطن أكثر بإيجابية وأكثر بجدية وأكثر بإمكانيات السلطة من ناحية الاقتصاد السلطة وميزانية السلطة لإعطاء أكثر خدمات للمواطن.
نعم. سيد طلال أخيرا، يعني برغم طبعا يعني كل تغيير في الصالح العام هو مبارك ويعطيك العافية على ذلك، ولكن برغم يعني هذه الأمور التي تذكرها هنالك من أيضا يعني يقول بأنه تبقى المنطقة محاصرة بشارع ستي، وأيضا كل ما هو يعني يعتبر من القرى التعاونية أو الكيبوتسات والمشافات مجاور في منطقة النقب. هل هناك نية أيضا من قبلكم لحل مشاكل السكن للمواطنين المتواجدين في ضواحي المنطقة؟ أولا رهط من يتذكر جيدا حتى سنة 1993 كانت نفوذ مدينة رهط كانت 3500 دونم فقط، اليوم هي 42000 دونم، يعني تقريبا يعني مدينة تل أبيب هي المدينة المركزية في إسرائيل نفوذها 50000 دونم. يعني من ناحية توسيع النفوذ بالطبع لا شك أن هنالك تقدم في هذا الموضوع. أيضا هنالك خطة والعمل على ربط رهط مع شارع رقم 6، ومن هذا بالطبع عدم وجود قرى مجاورة لن يمنعنا في المستقبل إذا احتجنا إلى أرض لتوسيع نفوذ مدينة رهط. لكن حاليا حسب كل التحليلات والتقديرات حتى 2040 42000 دونم هو بالطبع كافي لسد حاجيات رهط لسنة 2040، وعند 2040 بالطبع في هنالك إمكانيات توسيع، حتى أننا استطعنا توسيع نفوذ مدينة رهط بما يقارب 1200 دونم غربي شارع 264، ولأول مرة في تاريخ هذه المدينة أو تاريخ تلك محلية عربية تستطيع أن تتجاوز وأن تتعدى حدود شارع 264. هذا بالطبع نعم. مهم جدا، وهذا بالطبع سيسمح لنا في المستقبل أيضا توسيع نفوذ مدينة رهط للجهة الغربية وأيضا إلى الجهة الجنوبية والشمالية. نعم، الشكر لك على هذه المداخلة الهاتفية. كنت معنا رئيس بلدية رهط السيد طلال قريناوي، على أمل يعني أن تنفذ ونرى هذه الخطة على أرض الواقع.